نحو 36% من الناخبين أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجالس المحلية البلدية في الجزائر، وفق ما أعلنت عنه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في البلاد بعد غلق مكاتب التصويت، فيما فاقت نسبة المشاركة في تجديد المجالس الولائية 34%. نسبة الوطنية عند غلق الاقتراع بنسبة المشاركة 95.97%. انتخاب المجالس الشعبية البلدية، فيما يخص المجالس الشعبية الولائية هي 34.39%. خروقات يعني أحد المترشحين بدافع لم نطلع عليه بعد، يعني ضرب الصندوق الاقتراع وشقه كذا، وبالطبع هذه ثاني جنحة خطيرة ما يسمحش بها، وحيل على السيد النائب العام ليتصرف. وتعد هذه الانتخابات ثالث محطة ديمقراطية في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وعد الجزائريين بدولة قوية اقتصاديا تمنح الحرية للمواطن. وتحيل نسبة الانتخابات المرتفعة مقارنة بالتشريعيات الفارطة إلى الأمل الذي يحدو المشاركين في الانتخابات في التغيير الفعلي استجابة لمطالب الحراك الشعبي بعد عقدين من الفساد المستشري في عدد من المجالس المنتخبة. الانستيتيوشن دو باز دو ليتا سي لا كومين، كومين ومن بعد لا ولاية الكوليكتيفيتي لوكال. صح ما عندهمش صلاحيات قوية اليوم، لأن مثل ما قلت صلاحيات تطلب إمكانيات، والإمكانيات ما هيش موجودة عندهم. الإمكانيات تقريب كلها ممركزة ضرائبيا وغيرها. إن شاء الله هذا الشيء كل نراجعه إن شاء الله في 2022 تكون مراجعة جذرية بالنسبة للجماعات المحلية إن شاء الله. وستعلن سلطة الانتخابات عن نتائجها الأولية في وقت لاحق، بينما ستكون النتائج النهائية بعد دراسة المحكمة الدستورية الطعون المقدمة.